مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريق تحضير كريمه الشوكولا. عنا كوب سكر بودره، ملعقه طعم كاكاو، ملعقتين طعم زبده بحراره الغرفه، وعنا حليب ونص ملعقه صغيره فانيلا. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. بحط السكر، الكاكاو، الفانيلا، كمان الزبدة. بحركهم شوي مع بعض. هلأ بخفقهم مع بعض على سرعة خفيفة. وانا وعم بخفق بحط نص ملعقة صغيرة حليب على دفعات. هيدا الشكل النهائي. بنشوف مع بعض كيف طلعت الكريمة. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هذه الكريمة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.